لن تصدق ما قاله لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن نجمه المغربي أشرف حكيمي بعد قيادة منتخب بلاده المنتخب المغربي العظيم والكبير نحو التأهل إلى مباراة ثمن نهائي الكان. إن شاء الله اللقب يكون مغربي، قولوا يا رب يا شعب المغرب العظيم. سنتعرف على ما قاله لويس إنريكي بالتحديد عن أشرف حكيمي وبصفة عامة عن المنتخب المغربي بعد مباراة الأمس، ولكن كالمعتاد عزيزي المتابع المغربي العظيم والكبير ادعمني شرفني بلايك للفيديو، لا تنسى الاشتراك في القناة، انتظر كل الجديد والحصر إن شاء الله في قناتكم زياش عند حكيمي لابرز. لويس إنريكي وجه تهنئته إلى نجمه المغربي أشرف حكيمي ونجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بمناسبة تأهل منتخب بلاده المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي الكان، وأكد لويس إنريكي أنه شاهد مباراة المغرب وزامبيا أمس لأجل عيون أشرف حكيمي، وأكد أن المنتخب المغربي قدم شوط أول ممتع عظيم تجلى فيه لاعبي الأسود في إمتاع مشجعيهم. لويس إنريكي أيضا أكد أن المغرب يستطيع اكتساح منتخب جنوب إفريقيا في مباراة ثمن النهائي، وأكد أن أشرف حكيمي سيكون نجم المباراة وسيحمل أحلام المنتخب المغربي حتى التتويج باللقب. لويس إنريكي أيضا قال إن حكيم زياش قدم مباراة كبيرة وتوج مجهوده بهدف المباراة الوحيد، وكان فعلا مايسترو المنتخب المغربي في الصعود بالهجمة من الخلف للأمام بفضل تمريراته السحرية وكذلك رؤيته الثاقبة للملعب. لويس إنريكي كذلك وجه رسالة إلى وليد الرجراجي وأكد أنه مدرب رائع جدا، مدرب عظيم جدا، تم ظلمه من قبل الكاف بالعقوبة، ولكن وليد الرجراجي دايما مدرب خلوق، دايما مدرب محترم، تم ظلمه من الكاف، ولكن إن شاء الله سيكون المنتخب المغربي بطل الكان حتى يرد على جميع المشككين ويرد على جميع المتآمرين ضد المنتخب المغربي.